مجموعة مستشفيات السعودي الألماني. نحن بعون الله نرعاكم. أخبار جديدة لعشاق القهوة. دراسة كشفت أن التعلق بالقهوة وتحديداً مادة الكافيين فيها مرتبط بست جينات يملكونها. الجينتان الأولتان تتعلقان بقدرة جسد الإنسان على تحويل الكافيين طاقة أو ما يعرف بعملية الأيض، فمن يملك هاتين الجينتين تعلو قدرة جسده على تحويل الكافيين طاقة مع زيادة شربه للقهوة. جينتان أخريان تتعلقان بالنشاط واللذة اللذين يشعر بهما مستهلك الكافيين، فقد تبين أن هاتين الجينتين مرتبطتان بمراكز اللذة في الدماغ، وبالتالي تؤثران على عنصر التحفيز والاستمتاع الذي يشعر به محتسي القهوة. أما آخر جينتين من ضمن الجينات الست التي تحدثت عنها الدراسة فوصفتا بغير الاعتياديتين، إذ تربطان بين عمل الدماغ من حيث تحويل الدهون والسكر طاقة واستهلاك الكافيين. تبقى الإشارة إلى أن فوائد عديدة تنتج عن القهوة والكافيين، كالتقليل من خطر الإصابة بمرض الباركنسون ومرض السكر من النوع 2 وحتى أمراض الكبد، إلا أن الأطباء يحذرون دائما من أن لها آثارا سلبية على القلب، فليس كل ما يشتهيه المرء ينفعه. لارا نبهان، العربية.